السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية طلاب الحادي عشر الأدبي، معكم الأستاذ أحمد حرباوي في حصة ثقافة علمية عن بون. الحصة الماضية كنا ناخد عن الوراثة المندلية، حكينا كيف مندل حط قوانينه للوراثة، حكينا كيف إنه طلع في نتائج في إنه في عنا صفات سائدة بتسود على بعض الصفات الأخرى اللي هي من صفات بنسميها صفات متنحية. حكينا إنه هذه السيادة سببها هو إنه في عنا جين بيكون سائد، إذا التقى مع جين آخر بيسود عليه وبنسميه الجين الآخر بنسميه جين متنحي، بينما الجين اللي بيسود هو بنسميه جين سائد. عشان هيك في أحيانا صفتين بيلتقوا مع بعضهم، فصفة واحدة اللي بتطغى اللي هي الصفة السائدة. وحكينا إنه الصفات بتم توارثها من الآباء إلى الأبناء، وحكينا إنه كل صفة مسؤول عنها جينات، هاي الجينات محمولة أو جينين بيكونوا لكل صفة محمولين على كروموسومين على شكل أزواج، بيكونوا واحد من الكروموسومات هاي اللي من الأزواج بيجي من الأب والآخر بيجي من الأم، فبصير عندنا المسؤول عن الصفة جينين. إذا التقى جين نفس الجين الآخر فبتسود الصفة تبعته، إذا التقى جين مع جين آخر بتسود الصفة اللي هي للجين السائد بينما بتتنحى وبتختفي الصفة تبع الجين المتنحي. اليوم رح نكمل، حكينا إنه في عنا وراثة بنسميها غير مندلية، اليوم رح نكمل على الوراثة غير المندلية. طبعا الوراثة الغير مندلية في إلها عدة أنواع، رح نتناول البعض من هاي الوراثات. شو الوراثة الغير مندلية؟ اللي هي الوراثة اللي ما بتطبق عليها قوانين مندل ولا القوانين اللي أخذناها تبعت الوراثة في الدرس السابق. درسنا اليوم في صفحة 123، اللي هو الدرس الثاني من الوراثة، الوراثة غير المندلية. نتيجة لاهتمام العلماء بالأبحاث مندل التي تعد ثورة في عالم الوراثة، تبين أن هناك حالات من التوارث يختلف فيها الفرد النقي للصفة عن الفرد الهجين، في الوقت الذي كان كلاهما حسب دراسة مندل يظهران بشكل نفسه. وتبين من هذه الدراسة أن بعض العوامل الوراثية لا تسود بشكل كامل، زي ما حكينا في إشي ممكن إنه الصفتين يجتمعوا بعضهم وما تسود صفة على صفة أخرى، بل بشكل جزئي، وهو ما يعرف بالوراثة غير المندلية، يعني ما بتقدر صفة منهم تسود على الصفة الثانية وتخفي الصفة الثانية. أول نوع من الوراثة غير المندلية اللي هو السيادة غير التامة. السيادة غير التامة إنه الصفة مش قادرة تسود على الصفة الثانية. شو اللي بيصير هون؟ بيظهر عندي عندما يجتمع صفتين أو جينين بيظهر عندي صفة ثالثة بسبب عدم سيادة واحدة على الثانية. تعرف السيادة غير التامة بأنها الحالة التي لا يمكن فيها لأي عامل من العوامل السيادة على الآخر. هذا تعريف السيادة غير التامة، هي الحالة تبعي نعلمها هي الحالة التي لا يمكن فيها لأي من العوامل سيادة على الآخر، يعني ما بيقدروا العوامل هاي تسود على بعضها. وعند اجتماع هذه الجينات في الأبناء فإن الصفة تظهر بشكل وسطي مزيج بين اللونين، يعني ما بتاخد صفة أي واحد من الجينين ولكن بتاخد صفة وسطية بين الجينين هدول، فبتظهر زي كأنه صفة ثالثة ما إلها علاقة بصفة الأبوين. ويمكن ملاحظة هذا النوع من الوراثة في العديد من الصفات عند الإنسان والحيوان والنبات، يعني في عنا صفات بتتوارث على النمط هذا عند الإنسان وفي عند الحيوان من هذه الصفات وفي عند النباتات. من ضمن الأمثلة اللي ضرب لنا إياها الكتاب على السيادة غير التامة اللي هو فيه عنا نبات عند تلقيح زهرة حمراء من نبات الختمية هوليهوك مع زهرة بيضاء. هون انتبهوا كيف حط الجينات تبعت الزهرة الحمراء كابيتال ار كابيتال ار، بينما الزهرة البيضاء كابيتال دبليو كابيتال دبليو. هذا بيعني انه فيش واحد سائد والتاني متنحي، التنين مش قادرين يسودوا على بعضيهم، فزي كأنه بنعتبر انه التنين هم الهم سيادة كاملة لما يزوجهم مع بعضيهم. ولكن كم مرة انتبهوا انه هون صفة لازم تكون نقية في السيادة غير التامة، وهون الصفة نفس الاشي نقية.
لم يتزوجهم مع بعضهم فإن لون أزهار جميع أفراد الجيل الأول الناتج تكون زهرية اللون اللي هو بيكون الجينات تبعتها RW. فآر دبليو هون لما ينتج عندنا بيكون ناتج صفة وسطية ما بين الأحمر والأبيض، فبتكون صفة اللون الأزهار زهرية. هاي مربع بنت للعملية، مزوج نبات أحمر اللي هو كابيتال R كابيتال R مع نبات أبيض كابيتال W كابيتال W، لما يزوجهم R مع W هون، R مع W هون، R مع W، R مع W اللي هي هاي اللي هون. فالار دبليو هي عباره عن صفه بتكون مزيج، كانه في عندك جين ار من الصفه الحمراء وجين دبليو من الصفه البيضاء، فبيظهر عندنا نبات زهري اللون. يعني كانه بكون مزيج ما بين اللون الاحمر والابيض لانه ما في صفه بتسود على الثاني. سياده غير تامه لتوريث لون الازهار في نبات الخدميه الجيل الاول، طبعا هذا هو الجيل الاول اللي هو النبات الزهري. اما افراد الجيل الثاني التي ناتجت عن تزاوج ذاتي لافراد الجيل الاول شو بصير فيها؟ هون الجيل الثاني مسوي تزاوج ما بين نبات زهري مع نبات زهري، الزهري ار دبليو مع ار دبليو. لما يسوي هذا التزاوج هنشوف شو راح ينتج عنا، جين ار مع جين ار راح يسوي لنا كابيتال ار كابيتال ار، جين ار مع جين دبليو راح يسوي دبليو ار او ار دبليو، جين دبليو مع جين ار ار دبليو، وجين دبليو مع جين دبليو راح تنتج عندي دبليو دبليو. تعال نشوف شو هدول الالوان. انتبهوا الار ار هي عباره عن لون احمر زي ما حكينا هون، الاحمر كابيتال ار كابيتال ار. الار دبليو هو عباره عن اللون الزهري، والار دبليو برضه عباره عن اللون الزهري، بينما الدبليو دبليو هو عباره عن اللون الابيض. فهون لما زوجنا نباتات الجيل الاول زواج ذاتي او تزاوج ذاتي او تلقيح ذاتي بين بعضيهم، رجعت نتجت عنا الثلاث الوان مع بعضيهم، يعني نتج عنا احمر وزهري وابيض، مع انه المزوجين هو عباره عن زهري مع زهري. وانتبهوا للنسبه هون، انه واحد احمر لاثنين زهري لواحد ابيض، يعني النسبه هي واحد لاثنين لواحد. النسبه الاكبر هي للون الزهري لانه بتكون مزيج ما بين الجين الار والجين دبليو. هاي الحالة بنسميها سيادة غير تامة. كيف بنقدر نعرفها؟ بنقدر نعرفها من نتيجة انه بنزوج لونين مع بعضيهم فبنتج، او صفتين مع بعضيهم تنتج عنا صفة ثالثة. وبنقدر نعرفها كمان من النسبة اللي بتطلع عنا لما نزوج نباتات الجيل الاول زواج او تلقيح ذاتي، راح ينتج عنا هو كالتالي، بيكون مثلا كان عندنا النسبة من النسبة لنباتات الجيل الأول هي عبارة عن واحد إلى اثنين إلى واحد، أو نباتات الجيل الثاني هدول واحد أحمر لاثنين زهري لواحد بيكون عندنا ابيض. هاي النسبة لافراد الجيل الثاني واحد الى اثنين الى واحد. طيب النوع الثاني عندنا وراثة غير مندلية في الانسان. في عندنا العديد من الصفات اللي بتكون موجودة في الانسان بتتم توارثها بعيدا عن الوراثة المندلية، هنشوف جزء منها. يهتم علم الوراثة في الإنسان بدراسة كيفية انتقال الصفات الوراثية، وكذلك الأمر بالنسبة للأمراض الوراثية. ولكل إنسان صفات تميز عن غيره، وتنتقل هذه الصفات من جيل إلى آخر، لذلك سميت بالصفات الوراثية نسبة أنها تتوارث من جيل إلى آخر. ومن هذه الصفات طبعا لون الشعر، لون الجلد، والصلع، وكذلك بعض الأمراض مثل مرض الثلاسيميا نعرف كلنا اللي هي فقر الدم في البحر الابيض المتوسط، مرض نزف الدم كمان. وتواجه دراسة الوراثة لدى الانسان العديد من الصعوبات، يعني ما بيقدروا يطبقوا علم الوراثة عندنا بشكل عملي 100% زي ما بيسووا بالنباتات. ليش؟ على سبيل المثال كابسط مثال عندنا، اذا بدهم يطبقوا علم الوراثة كيف مثلا بيسووا بالنسبة للنباتات؟ بالنسبة للنباتات بيزوجوا اثنين مع بعضهم من النباتات، ولكن بعد ما يزوجوهم مع بعضهم وتطلع النتائج بيروحوا بيزوجوهم تلقيح ذاتي.
هل بنقدر نسوي الاشي للانسان؟ اكيد لا، مش ممكن نزوج اثنين مع بعضيهم والافراد اللي بينتجوا اللي هم الابناء نرجع نزوج الابناء مع بعضيهم، فهذا الاشي بصعب اننا علم الوراثة تطبيقه على الانسان. وتواجه دراسة الوراثة الإنسان العديد من الصعوبات، منها استحالة التجريب على الإنسان لاعتبارات شرعية وأخلاقية واجتماعية، زي ما حكينا إنه بيقدروش يزوجوا اثنين مع بعضيهم بس عشان العلم، وطول عمر الجيل البشري، يعني إذا نزوج اثنين مع بعضيهم نستنى لا ينتج عندنا فرد مثلا بده سنة لسه لا يولد، وبده بعديها أو 9 أشهر لا يولد، وبده بعديها كم من سنة عشان يظهر بعض الصفات عنده، بالإضافة مثلا لو بدنا نفحص جين الصلع بدنا نستنى حركة 30 سنة لحد ما نتأكد انه الشخص صلع مثلا او ما صلعش او اخذ صفة الصلع او لا. بالاضافة للشغلة الثانية او بعديها من الصعوبات اللي بيواجهها، انه عندنا عدد الكروموسومات عندنا عند الانسان كبير نسبيا، اللي هو تقريبا بوصل او مش تقريبا هو بالضبط عندنا 46 كروموسوم للانسان. 46 كروموسوم، نحكي عن كل كروموسوم أو كل زوج من الكروموسومات بيحمل آلاف الجينات المسؤولة عن الصفات، ففي عندنا عدد كبير من الكروموسومات، عدد كبير من الجينات، عدد كبير من الصفات، بخلي الموضوع صعب إنه نشتغل عليه مقارنة بالكائنات الحية الأخرى. لذلك يتجه العلماء الحل الأمثل لهم غير إنهم يسووا التجارب، اللي هي الاستعانة بشجرة العائلة وتحليل الحمض النووي دي إن إيه في الدراسات الوراثية للإنسان. هذا هو الحل الأمثل عشان مش قادرين يسووا أبحاث وتجارب على الإنسان، ولكن بيروحوا بيسووا أبحاث على شجرة العيلة عشان يشوفوا مثلا توارث صفة معينة بالنسبة للعيلة، مثلا بيشوفوا الولد نفسه المولود إذا كان عنده صفة الصلع بتظهر فيه، بصيروا يبحثوا في الآباء تبعونه إذا كان ظهرت صفة الصلع عند أبوه، بعدين بيبحثوا في الأجداد وما بعد الأجداد إلى آخره، فبيلاحقوا شجرة العيلة بيشوفوا إذا لا بيشوفوا كيف بتتوارث عمالها صفة معينة في العيلة نفسها. طيب، تحديد جنس الجنين في الإنسان، كيف ممكن أو شو الإشي اللي بيحدد جنس الجنين في الإنسان؟ بعد عشرات الدراسات أو ممكن مئات الدراسات اكتشفوا وتوصلوا لأنه اللي بيحدد جنس الجنين إذا كان ذكر أو أنثى عند الإنسان هو عبارة عن كروموسوم بنسميه كروموسوم أو كروموسومين، هم بنسميهم كروموسومات جنسية. حدد العلماء في بداية القرن العشرين أن جسم الإنسان يحتوي على 23 زوجا من الكروموسومات. 23 زوج يعني عدد الكروموسومات كامل هو عبارة عن 46 كروموسوم، لأن الزوج عبارة عن كروموسومين تحمل صفاته الوراثية. وتبين لعلماء الوراثة أن هناك 22 زوجا متشابها بين الذكر والأنثى تسمى الكروموسومات الجسمية. يعني في عندنا 22 كروموسوم أو 22 زوج من الكروموسوم بتشابه بين الذكر والأنثى، عشان هيك ما بفرقش فيهم ساعتها الجنس، بفرقش الشخص عنده ذكر او انثى في هدول الكروموسومين، يعني 44 كروموسوم، ولكن الزوج رقم 23 مختلف وهو الذي يحدد الجنس ويسمى الكروموسومات الجنسية. اذا شو الكروموسومات الجنسية؟ هي كروموسوم او زوج الكروموسومات رقم 23 اللي هو المختلف عن الكروموسومات الاخرى وهو الذي يحدد الجنس. اذا عندنا 46 كروموسوم بالانسان، 44 46 كروموسوم، 44 كروموسوم منهم بيكونوا بنسميهم كروموسومات جسمية، بينما الكروموسومات الجنسية عبارة عن كروموسومين أو زوج من الكروموسومات. كم مرة زوج من الكروموسومات هو عبارة عن 2 كروموسوم، فلما نحكي 23 زوج يعني 46 كروموسوم. طب عدد الكروموسومات الجسمية هي عبارة عن 44 كروموسوم أو بنسميهم 22 زوج من الكروموسومين. طب الكروموسومات الجنسية عبارة عن 2 كروموسوم أو عبارة عن 1 زوج من الكروموسومات. هما كروموسوم، شو الكروموسومات الجنسية؟ هما كروموسوم اكس وكروموسوم واي. الانثى بتحمل نوع واحد من الكروموسومات اللي هو اكس، فبيكون الكروموسومات الجنسية عند الانثى هي عبارة عن اكس اكس، هذا كروموسومات الجنسية عند الانثى. طب بالنسبة للرجل او الذكر، الذكر
هو اللي بيحدد جنس الجنين بسبب تنوع الكروموسومات التي يمتلكها. شو بيمتلك شو بيمتلك الزوج الذكر؟ بيمتلك اكس وواي، هذا بالنسبة للذكر. يبقى اذا كان عندنا جنين بينولد في كروموسومين اكس اكس معناته هو انثى، اذا كان عندنا جنين بينولد بكروموسومين اكس واي فهو عبارة عن ذكر. طب اذا بدنا نجيب ذكر بده يكون عنده كروموسومات اكس واي، طب من مين بده يجيب الاكس؟ الاكس بيكون جايبها من الانثى والواي بيكون جايبها من الرجل اللي هم الاب تبعه. عشان هيك عكس ما هو متوقع وعكس ما هو سائد عندنا، الرجل هو الذي يحدد جنس الجنين وليست الانثى. احنا زمان كنا نحكي انه الانثى هي بتحدد جنس الجنين، وكنا نحكي انه الناس بلوموا النسوان عشان بيجيبوا لهم بنات، ولكن للاسف الاشي الحقيقي انه الذكر او الرجل هو اللي بيحدد جنس الجنين وليست الانثى. عشان هيك ما فيش داعي لكل او كل الناس اللي بتحمل المرأة انها هي جابت البنت، وانه البنت عار، وانه بدنا ذكر، كلياته حكي فراطة وهبل، لانه الزلمة هو اللي بيحدد جنس الجنين. وبذلك فإن الذكر هو الذي يحدد جنس الجنين بسبب تنوع الكروموسومات التي يمتلكها، ولا تستطيع أما الأنثى فهي تمتلك نوعا واحدا فقط من الكروموسومات ولا تستطيع بذلك تحديد جنس الجنين. وعادة تكون احتمالية الذكور للإناث في المواليد هي 1 لـ1، يعني احتمالية أن المرأة تجيب ذكر 50%، احتمالية أن المرأة تجيب أنثى عبارة عن برضو 50%. هون مسوي لنا كيف تنتقلوا الكروموسومات الجنسية من الأبوين للأبناء أو تزاوج، كيف بتنتقل الكروموسومات هاي الجنسية. عندنا الأنثى كروموسوماتها XX، الرجل كروموسوماته XY، هاي عبارة عن أنثى. هون هذا الذكر، الذكر اكس واي، الانثى اكس اكس. مرحله انفصال الجاميتات، الانثى راح تعطي اكس كمان اكس، بس مش ضروري نحط الاكس الثاني، حكينا بلزم نحط واحد لان حاله تشابه الجاميتات. الذكر راح يعطي اكس واي. اذا الاكس اللي هون ارتبط مع الاكس اللي هون راح يعطينا عندنا اكس اكس اللي هي الانثى. اذا الاكس تبع الانثى ارتبطت مع الواي تبعت الذكر راح يعطينا ساعتها انه المولود راح يكون ذكر، وبالتالي راح يكون كروموسومات اكس واي، اكس مع واي واكس مع اكس. هون بيحكي لنا قضية النقاش، يتعرض بعض الازواج عند تكرار المواليد من الاناث، زي ما حكيت لكم قبل شوي، يعترض بعض الازواج عند تكرار المواليد عند الإناث، ويحمل الزوجة مسؤولية ذلك. وناقش هذه القضية، وهل يمكن التحكم في نوع الجنين وتحديد جنسه؟ طبعا الزلمة أو الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس المولود حسب شو الكروموسوم الجنس اللي بيعطيه للأنثى. ومن جديد ممكن يتحكموا في نوع الجنين اللي ممكن يجيبوه، من خلال إنه لما يجيبوا الحيوانات المنوية من تبعت الذكر يختاروا حيوان منوي بيحمل الكروموسوم واي وليس الحيوان المنوي الذي يحمل الكروموسوم اكس. فاذا جابوا الحيوان المنوي اللي بيحمل الكروموسوم واي بيرتبط مع الانثى اللي هي اللي بتحمل الكروموسوم الجنسي اكس، فبصير عندنا الكروموسومات الجنسيه هي اكس واي. ساعتها بالحاله هاي بيكون عندنا المولود او الجنين هو عباره عن ذكر. هناك تقنيات في مركز الاخصاء تمكن الزوج من اختيار جنس المولود، ناقش ذلك بين موقفه. هذا الاشي اللي قلنا لما نحكي عنه انه من خلال اختيار الحيوان المنوي بيحمل الكروموسوم واي. طبعا الاشي اللي بيفرق هون هو الناحية الدينية للموضوع، هل هي الاشي حلال او حرام. طيب خلينا نضرب مثال، نرجع نضرب المثال اللي ضربناه قبل شوي على توارث جنس المولود عند الانسان عشان تكونوا فاهمينه. على سبيل المثال في عنا بصير تزاوج بين الرجل تزاوج بين الرجل بين الامرأة
الرجل بيكون عنده الكروموسومات اللي بده ينقلها هي عبارة عن اكس واي، طبعا واي هون كابيتال عشان هيك شكلها هي. الامرأة بتكون عندها الكروموسومين الجنسيين اكس واكس، هدول طبعا بي 1 الطرز الشكلية لبي 1، هاي الطرز الجينية لبي 1. هون في حالة الجاميتات اللي راح يصير عندنا هون بالجاميتات، هاي راح تعطي جاميت نوع واحد اللي هو اكس، هون راح يعطي نوعين من جاميتات الذكر، راح يعطي الجاميت اكس والجاميت واي. اذا اتزاوج الجاميت اكس مع الجاميت اكس بالحالة هاي راح يصير في عنا اكس اكس. في حالة اتزاوج الجاميت اكس مع الجاميت واي في الحالة هاي راح ينتج عنا اكس واي. بالحالة هاي بصير عنا الاكس الاكس عبارة عن انثى، جنين بيكون انثى، بحالة اكس واي راح يكون عندنا الجنين هو ذكر. النسبة تبعتنا بما انه عندنا واحد انثى واحد ذكر، النسبة بتكون واحد الى واحد، واحد انثى الى واحد ذكر، او ممكن تكون نعطيها رقم 50% ممكن يطلع الجنين انثى و50% ممكن يطلع الجنين ذكر. طبعا هدول بنسميهم افراد الجيل الاول F1 وهدول افراد جيل واحد F1، وهاي هي النسبة المئوية اللي عندنا. عشان هيك للتأكيد كم مرة، إذ ذاك الرجل هو اللي بيحدد جنس المولود وليست الأنثى. طيب هيك بنكون خلصنا حصتنا لليوم لصفحة 126. الحصة الجاية إن شاء الله راح نكمل موضوع الوراثة غير المندلية. يعطيكم ألف عافية.